ما يخفى على احد خساره بعض المناطق وتراجعنا بنسبه كبيره ودخلنا في مناطق جديده وتم العمل عليها بشكل مرتب ومنظم من تحصينات من ترتيبات والى اخره فقمنا نحن في من كافه الفصائل غرفه عمليات الفتح المبين بالتركيز على تدشين مناطق والعمل عليها بشكل جيد للاستعداد لاي هجمه غادره من من هؤلاء الاعداء من النظام واعواني بشكل عام. فقمنا بالترتيبات منذ عام الى الان، فترتيبات عسكريه تتضمنها كثير من الامور، قائمين عليها اخوه يعني نثق بعدلهم ونثق بكفاءتهم على على موضوعات التدريب، على موضوعات التحصين، على الأخطاء، كانت مركزة على الأخطاء التي حصلت في الأعمال السابقة، فتم التركيز عليها وتلافي بعض الأخطاء، نحن في الآونة الأخيرة يعني خروقات كثيرة منها تسللات، منها كان ضرب نقاط في العمق تضمن مدنية وبنى تحتية، وأنا ما أعرف إذا كان صوت الطيران الآن مسموع يعني تقريباً، فهو ما كان تقريباً ينفك من الأجواء، إن كان بالمدفعية وإن كان طبعا بالفتره الاخيره وخصوصا خلال الشهر الماضي شهدت المناطق المحرره عده خروقات كانت على يعني بشكل عام بالمحور كامل سواء من من الساحل الى ريف حلب الى ريف ادلب فطبعا تم التعامل مع هذه الخروقات سواء على نقاط الجبهات نقاط الاشتباك المباشر وتم تكبيد الميليشيات الإيرانية ومن حالفهم يعني خسائر كبيرة ولله الحمد سواء كان بالرد بالأسلحة الثقيلة كانت تكون عندما يقصف أهلنا في العمق المدنيين فيتم الرد على مناطق مركز عليها مناطق تكون حساسة بالنسبة للنظام وأعواله فيتم الرد عليها من خلال القصف المدفعي والصاروخي فبيكون الرد على هذه الامور فالفتره الاخيره شهدت كثير امور طبعا هذا النظام واعوان سواء كانت روسيا او ايران ما يحتاج احد يوضح انه دائما يتحجج بالهدن وهو من يخرق الهدن فهذه الامور مستمره وما كادت تنقطع يعني كان في الفتره الاخيره قبل يومين حصل تسلل من ميليشيات الاحتلال الايراني وطبعا شبابنا كانوا متيقنين لهذا الامر متجهزين ويعني تقريبا شبه كان في كمين وهذا ما تم العمل عليه في الاونه الاخيره انا قلت لك التدريبات اللي تم العمل عليها Música